الدنيا هذه أقسم بجلال الله ما تستاهل منك دمعة ولا تنهيدة ولا بكاء ولا حسرة، لأنها كلها دار فناء. من اللي بقي أجدادك؟ هل جدي وجدك على قيد الحياة أو والدهم؟ كلها رحلوا وسنرحل، واللي بعدنا سيرحلون، ولو بقيت إليهم ما وصلت إلينا. عندنا يقين أننا نلقى الله، اللي عنده يقين أنه بيلقى الله والله ما يتحسف على هالدار، اللي يروح ما يشوف شر، واللي يجي الله يحييه. ولا تتحسر إلا على طاعة، ولا تحسد أحدا إلا في طاعة، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن ورجل آتاه الله المال، هذا يقرأه وهذا ينفقه. ها في الحق هؤلاء الذين يغبطون.